الدور تاعكم. حلم متحقق شي لحظة وجات، حلم متحقق، حلم تاع الصغر وتحقق. شوفي منا ماما، ماما هاكي فور جيم قهوة عليا. مساء الخير. مساء النور مسيو. شكون معنا؟ سيما. معكم فابريكون دو روس ماتلا ايلي كابيتول دي اوت كاليتي بيان سور. وين راكم؟ شحال دوبي كونت اكزيستي؟ واش هي لا نوفوتي اللي عندكم؟ دوبي 2009 بيد كيما يقول لك حرفي متمكن شغلي لا يسي دو ديفلوبي لونتربريز فوالا. دونك الخدمات تاعكم ولا لي سيرفيس ولا لي برودوي شنو هما اكزاكتومون كاع؟ الوغ نو سوم سبيساليزي دون لا فابريكاسيون دي لي كابيتوني اوت كاليتي لو بوا روج افيك دي سومي اون اسي رونفورسي بيان رونفورسي وعندنا لي ماتلا، لي ماتلا اورتوبيديك للفيسكو الاستيك الاش ار والاورديناير سي لا نوفيل تكنولوجي فلوروسون اون ساشي. وما راكم متواجدين في كامل التراب الوطني ولا مناطق معينه؟ وي حنا نديرو لا ليفريزون في 58 ولايه. ايوا لو سياج تاعنا شرابه كاليتوس ولايه دالجي بيان سور. فوالا. Thank you.
مساء الخير. مساء النور. عسلامة أخوي العزيز. شكون معنا؟ معك محمد أمين مورا، صاحب مؤسسة سي مورا الحلوي التقليدية. دونك واش هو المبدأ تاعكم؟ واش هو المقتش بديتو؟ واش طموحكم؟ هذه شركة جديدة عندها عام من النشأة، والهدف تاعنا أنه يكون سي مورا سفير الحلوي التقليدية الجزائرية للخارج. وسبيسياليتي الاولى هي والمنتوج تاعنا الاول لدينا فيه البوز هو الغريبيه الواعره. وفيما يخص التسويق وين راكم؟ رانا الان في ولايه الجزائر وتيزي بيزو الجايه. وطموحكم توصلوا ولايات اخرى؟ احنا نحطوا كامل الولايات الكبرى. مرحبا بكم ومرحبا بكامل الحضور اللي جاو حضروا ليفان مباشر وقبل. الحمد لله يا ربي كان كاين حضور من الناس اللي جاو، رانا نوجدوا مازال ما قطعناش الحفل، ان شاء الله يكون الحفل كما راني نستناو فيه الناس اللي امنت فينا حضرت معنا. تاجيل مورا تاجيل، واش اسبابه؟ كان التاجيل الاول هضرنا عليه كان 21 ديسمبر، ولكن الحفل كان سيتي بروغرام يكون 20 جانفي، تاجل لاسباب ربما إدارية. وكاين الفنان الفنانين اللي كان راح يحيي الحفل توفاة العمة نتاعها، وين أوبليجات علينا نأجلوا الحفل لمدة 20 يوم، والحمد لله يا ربي اليوم جا اليوم. وأكيد لأي مسابقة كانت فيها انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تلقيتوها؟ أي حاجة فيها انتقادات كونترا، الانتقادات تخليك تزيد تسقم روحك، تزيد تحسين روحك باللي راك في الطريق الصحيح، ولا إلا ماكش الطريق الصحيح تزيد تسقم روحك وتكون في الطريق الصحيح. دونك نشكر بزاف هذوك الانتقادات اللي كانت، وثاني أنك تجيب حاجة جديدة للجيري، حاجة الناس ما يكونوش يتوقعوا فيها، توقع أنك تلقى انتقادات، أنك تدخل ميزغون للجيري، أنك تفرضها، أنك تديرها وطنية، أنك تديرها جزائر كومبلي تشارك فيها، وأنك تدخل عندك 158 بنت تبارتيسيبي عندك، ومن بعد تفوت على فوت، ومن بعد نهودوا نهبطهم حتى اليوم راح يطلعوا ليفينمون ثلاثة. بالك أنا توقعت أنهم يكونوا انتقادات أكثر من اللي شفناهم، كونترال بالك لقينا بين مؤيد ومعارض والحمد لله. هما بالك ربما الاسم تاع الممتلئة اللي جيناهم، لكن هذا أنتم يعني اللي خارج هذوك الإطار تاع الميس المعروفة، هي هذا الميس اللي تقدر تشارك ويكون عندها حل، لأنه كاين عروض أزياء تاع الممتلئات، لما لا يكون مسابقة لملكة الجمال ممتلئة؟ يعني ممتلئة يعني سمينة وخلاص، مش بهذاك المفهوم اللي هما فهموه. وي بيان سور. بون ملكة جمال ممتلئات ولا ميس موند الجيري سان كونسيبت انترناسيونال، كاين في امريكا، كاين في كندا، حتى كاين في تونس عند جوارينا. هو مش إساءة، هما فئة اكزيستي في المجتمع. دونك هو الفكرة نتاع احنا كنا دايرين طابلة وين كانوا حاضرين فيها فنانين، كانوا ممثلين، كانوا جورناليست، قلت لهم لازم لنا حاجة جديدة، درنا بريفينغ وين لازم لنا حاجة تخرج على العادة. بيان سور. دونك كانت الفكرة نتاع مدام راضية بن شيخ اللي كانت حاضرة معنا تما، قالت لنا علاه ما نديروش ميس غوس. دونك زدت الامر هذا، عاونتنا في فرح ياسمين، وين خرجنا في الاخير بميس غون الجيري، وين كانت بور لا بريمير فوا في الجيري. دونك واليوم في هذا يعني كيفاش راكم تلقيتوا دعم؟ لانه كان مع الانتقاد كاين الناس اللي مشات معاكم بالعكس يعني. اكيد لقينا دعم ربما مادي، ربما لقينا دعم كذلك استهلاكي، لقينا ناس امنت فينا، لقينا ناس وقفت معنا. لا بروف كما كنتم تشوفوا هذو كامل الناس اللي امنت، الناس اللي حبت تكون، خصوصا انها نجمين من الحفل كان محمد الشناد وياسمين عماري، كذلك كاين ديزارتيست اخرين راح تشوفوهم سهرة اليوم ان شاء الله. الوغ نشكر الناس اللي امنت فينا وكملت معنا، ومادام بينا مازال القادم افضل ان شاء الله، ومادام مازال دوزيام سيزون تاع شروق ايفنت اللي راح تكون يوم 10 مارس ان شاء الله هنا بالجزائر العاصمه، راح يكون نجم جزائري عالمي هو اللي راح يحيي هذه السهره، ما راح نقولوا والو، قارعوا لها قريبا ان شاء الله مع ربع اللواء في الباج نتاعهم. لكن الطبعه الثانيه لهذه التظاهره راح تكون ولا؟ الطبعه الثانيه راح تكون في يوم 10 مارس يوم الجمعه بالجزائر العاصمه دائما، لكن مش تعمل ميزغون تندر مره في الجزائر، لان يحكي لك على ميزغون راح توجدوا العام الجاي طبعا. اكيد اكيد الحفل نتاعنا اليوم مزيج بين حفل شروق ايفنت وحفل ومسابقه ملك الجمال الجزائر للبدينات.
دونك المسابقه من جمال الجزائر للمبتدئات تجي مره كل عام. ثم في سبتمبر الجاي ان شاء الله راح نتلاقوا في الكاستينغ تاع ملكه جمال العالم وملكه جمال الجزائر 2024، في حين ثلاثه اللي راح يفوزوا اليوم كامل الملكه والوصيفه الاولى والوصيفه الثانيه كما راهم راح يروحوا لاسبانيا يوم 9 نوفمبر ان شاء الله في ملكه جمال العالم باسبانيا ميسون دي ميفان. دونك هذا كونسيرنون لي ميس ولا الكومبيتيسيون تاع ميسون دالجيري. من ناحيه اخرى اللي هي ملكة جمال ولا حفل شروق ايفنت راح يكون دوزيام سيزون تاعها يوم 10 مارس ان شاء الله، وبعدها راح يكون حتى 14 ماي ان شاء الله. هذا راح يوعد دائما يطلع عليكم حفل شروق ايفنت، ماذا بينا تبقاو تتبعوا جديد نتاعنا عن طريق لاباج تاعنا شروق ايفنت. شكرا لك، مرحبا بك استاذ. اي تحافظ على جمالها شفتو. واش راكي سكر سكر وقتاش بالك الظروف مش مواتيه مع تركيا وسوريا؟ والله العظيم كنت رايحه نخرج سكر سكر لا سيمان ديرنيير، والله لا قلبي ما خلانيش نخرج هذه الاغنيه، على خاطر هذه اغنيه فيها بزاف الفرح، فيها بوكو دو كولور، فيها لي دونسور، فيها عفايس شابين بزاف وماشي وقتها. راني حزينه واش صرا في سوريا، واش صرا في تركيا، وما سي با دو تو لو مومون باش نخرج اغنيه كيما هذه. وكيفاش شفتي موقف الجزائر اللي ضامن وكان من الاوائل؟ الحمد لله، لنا هذا افتخار، هذا افتخار، الحمد لله الحمد لله اللي نقدروا عليها ان شاء الله. ربي يشوف فيهم. والله انا كل يوم نشوف لي ريزو سوسيو نندم لي ندخل في لي ريزو، كل يوم نبكي عليهم والله. ولي تورناج سا سباس بيان؟ سا سباس تري بيان لي تورناج. ان شاء الله انا نوجدوكم في رمضان تكونوا معانا. عندي ان رول شباب ان شاء الله يعجبكم. اكثر من بابور اللوح نتاثروا؟ ديفيرون، فيه تاثير، فيه تاثير. يا اخي انا يعيطوا لي غير في لي رول اللي يقتلوا القلب هذا. والله ونشوفوا 30 حلقة ولا ماشي 30 حلقة، 24 16؟ والله ما نقدرش نقول لك اكزاكتومون، مي بالك 25 27. سينو التنشيطة هترجعي أيضا على الشروق في رمضان تاني إن شاء الله؟ في رمضان يكون الحصة تاعي ديما رابحين إن شاء الله. كادوات كبار المرة هذه ولا نشوفوا؟ سا ديبون دي سبونسور. إن شاء الله إن شاء الله نفرحكم هذا رمضان ان شاء الله. ميرسي بوكو عايش. على مزاجي صلقيت لك غنية غناو على المزاج حطيها قدامك زعما دور يا باش نشوف صبري والاتصال في ليلة من الفن والإبداع، في ليلة من التميز والجمال، يجمعكم حتى يسر ناظركم ويطرب مسامعكم. فاسمحوا لي باسمي وباسم طاقم شركة جولدن إيزي للإعلام والاتصال على رأسهم السيد محمد بوشوشة أن نرحب بكم الكرام بضيوفنا أسرة الإعلام والاتصال، أسرة الفن، الصحافة، كل الحضور الحاضر معنا اليوم في هذا الحفل التكريمي لنجوم الإعلام والتلفزيون، لنجوم الفن والتلفزيون الجزائري. كذلك سمحوا لنا أن نرحب بكامل المساهمين تاع حفل شروق إيفنت، وكذلك المساهمين في إنجاح مسابقة ملكة جمال الجزائر للممتلئات لأول مرة في الجزائر.
سوريا مولوجي قبل ثلاث سوايع فقط على الحفل، كانوا اتصلوا بنا، اتصل بنا الاستاذ السيد ميسو العروسي ممثل وزيره الثقافه، وين تعذر عنهم حضورهم الى هذا الحفل. وبالتالي راح نشوفوا اليوم تكريمات لفنانين، راح نسمعوا اصوات لفنانين اخرين راح يحضروا معنا اليوم. وقولوا شروق تفضلي وصلي البرنامج نتاعك. فقط حبيت نقول باللي مسابقة ملكة جمال البدينات اللي كانت كنا درنا طاولة مستديرة، كانوا حاضرين فيها فنانين، كانوا حاضرين فيها صحفيين. الفكرة نتاع ملكة جمال الجزائر للبدينات كانت للفنانة والصحفية اللي نحترمها وحاضرة معنا اليوم سيدة راضية بن شيخ، كانت هي صاحبة الفكرة. شكرا لك. بعدها طورناها عن طريق العديد من الفنانين اللي فاشن شوب خيرت باش تكون هنا معاكم. فاشن شوب سي تري سيمبل دو ماغازان موجودين في القبه، لكن حاجه اللي ما تعرفوهاش لا كوليكسيون تاعنا كيما اللي لابسه انا هذا الكوستيم، مسيو فريد هو اللي ديزيني. ولا شغيل الحب
إذن ثلاث متسابقات على لقب ملكة جمال البدينات من أصل 150. احنا هاد التظاهرات وهاد الحفلات وهاد المسابقه اللي ما نعتبرهاش انا مسابقه لانه بنات الجزائر كلهم شابات وعذرات، ولكن هو ترويج للتراث الجزائري وايضا للباس التقليدي. يعطيكم الصحه على التكليف. شكرا عليكم، شكرا للحضور. صار لي غون بليزير دو رونكونتري تو سو مون بلا سا في لونتون كو جي با لي. Voilà, on est là aujourd'hui présente pour la Miss. Alors, quand on dit Miss Ronde, Miss كما يقولوا البدينه، كلهم جميلات كما قالت زميلتي. ان شاء الله غندوزوا يعني امسيه مليحه، وفي الاخير طبعا ان شاء الله يكون الاختيار اللي تستاهل تكون كميس ولا كوصيفه اولى ولا ثانيه. كاين ثلاثه لازم نختار، هذا هو الاختيار في الاخير. شكرا. Bonsoir à tous. أنا فرحة ملاني هنايا، premièrement parce que je voudrais remercier et tenir chapeau لهاد النساء اللي même avec leur rondeur, elles s'assument, elles sont là. Et je tire chapeau à ces femmes parce que c'est important qu'une femme soit sûre d'elle. Et les Haja, je dis d'arriver en Algérie. Et voilà, moi je suis pour les femmes et je soutiendrai toujours les femmes. Et bravo. Bravo à toutes. Déjà, c'est un grand pas de voir cet événement, un truc nouveau, les jamais me souvenaient. Donc, vraiment, je suis très contente d'être parmi vous. Voilà, passez une belle soirée. Inch'Allah, je vais chanter et on passera un petit moment où vous allez danser un petit peu. Parce que, d'avoir un chien avec un bilan, donc. Et au passage, je voudrais remercier Tarkson. Voilà. Ok. Au passage, je voudrais remercier ma coiffeuse, Mèche en l'air, Siham, merci. C'est elle qui m'a coiffée, c'est elle qui fait mes mèches.
Donc allez-y la voir, elle est juste professionnelle. Franchement, pour la première fois, je suis très contente. Voilà, t'as vu, je te fais de la pub. Hein. Voilà, et bonne soirée. D'abord à remercier Chorour TV ainsi que les invités, merci d'être là. Je tiens aussi à féliciter et à offrir quelques cadeaux de notre part à certaines célébrités, on va dire ça comme ça. Et je vous dis à bientôt. Alors juste pour se préciser, alors nous on est spécialisés dans la vente et la confection de tissus ainsi que de tenues africaines. Donc on est 100% en tenue africaine, comme je porte aujourd'hui, ainsi que ma collègue. Voilà, merci beaucoup. إذن أكيد نشكر كل المساهمين. أيضاً هذا التكريم مقدم من طرف بوتيك توك. يتفضل معنا لإلقاء كلمة ولأخذ صورة.
جولدن ايزي لتنظيم الحفلات. حلقه التجميل برايت كورنر في دراريه، المتواجد في دراريه بالعاصمه. مرحبا بكم كاملين وشكرا. انستغرام ولا تيك توك ولا سناب شات؟ انستغرام شي لو ميور نمبر 1. بياكم لا اول مره نتلاقى. واه صافي بليزير، صافي فريمون بليزير. سينو مواقع التواصل الاجتماعي لي ريزو سوسيو عرفوك للناس، تعرفي لامبورطونس تاع بزاف هاد لي ريزو. لي ريزو سوسيو كيما عندهم منافع كيما عندهم كيما يضروك بزاف، الفو اتر كوراجو باش تكون في لي ريزو سوسيو لازم تكون فريمون قوي، باسكو كيما عنده فايس ملاح كيما عنده فايس ياثروا عليك شخصيا، دوكو الواحد لازم يكون كوراجو مي صافي بليزير او ميم طون، يعرفوك الناس صافي بليزير. واش رحتي درتي في تركيا دغيا؟ بعد درت سنية. اه وي. جي رافي مي دون. دونك سي كولابوراسيون ولا دراهم؟ واه سي ان بارتنريا مع اون كلينيك في تركيا في لا تركي، عاودوا لي شنية، اي جو فولي فريمون نعاودهم انا، جيتي ساتيسفيت، اي بي فوالا ساعدتني هاد العفسة. ما درتيش عملية تجميل حاجة أخرى؟ نو نو، درت فيلاغ، فيلاغ ما يتسماش عملية تجميل، فيلاغ ماشي عملية جراحية، فيلاغ. دونك على ذكر تركيا وسوريا صرات ديرنيغمون زلزال يعني الاثنين اللي فات. مروا بزاف والجيري كانت ساعدتهم، جا واش حسيتي ديجا بهذا الزلزال؟ واش رايك في موقف الجزائر؟ شوف تبون اثبت لنا ان الجزائر تاع مواقف سانوزا فريمون بليزير، فرحنا كي فرحنا كي عاونهم كي شغل عاوننا حنايا، جبول حنا كنا حابين نعاونوهم ما قدرناش، مي هو كان هو اثبت ان الجزائر تاع مواقف سانوزا فريمون بليزير، جيتي فريمون ايمو وكاع الجزائر راهي فرحانه به، والجزائر راهي تتبدل راهي غير تتقدم لقدام، ورانا كامل نشوفوا بعينينا صافي بليزير. كاين بزاف يقولوا وعلاش مالغري الوقت تاعك سيليا طلقت من محمد بن جنات، لكن علاقتكم معاه مازالت راح تقعد هكذا، محمد خويا ما يتبدلش كيما هي اختي كيما هو خويا، سي لا ميم شوز، حتقعد هكذا افي وان شاء الله يتفاهموا، مش راح نقول لك شوفي با سافا ما تقدرش تعرف، ما نقدرش نقول لك اون اسبيرون دو بيان وخلاص هذا ما كان. فشفنا هو علاقته بولاده بزاف كبيره. بيان سور بيان سور، هو سيرتو هو وايفا، هو البنت تعرف دائما الاب والبنت دائما يكونوا كومبليس بوكو بلوس، وهما دائما كيف كيف ما خدام ما عندوش غالات ما يخليش ولادو، عنده دائما الوقت تاع ولادو، وهاد العفسه مليحه بزاف في الراجل، لازم كاع يكونوا كيما هو. غنشوفوك في فيديو كليب واحد اخرين بروشان ان شاء الله ان شاء الله بوكو با. لي ريزو سوسيو شكون اللي تكلاسي الاول في التوب 3؟ اسكو سناب شات، فيسبوك، انستغرام، تيك توك؟ انستغرام، سناب شات، نتفليكس. Justement, Snapchat qui est très bien. Ah oui, j'ai 3 millions de vues sur Snapchat. Je suis la première flagellée sur Snapchat, ouais. J'ai 6 millions de vues. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. C'est gentil, merci.
صابر الفائد كانت لأول مرة في الجزائر. هذه المسابقة اللي شاركوا بها 358 بنت كنت من بينهم، ومن بعد جزنا على فوت، ومن بعد جزنا على امتحانات، جزنا على شفنا من يعرفوا طيبوا، شفنا شحال من حاجة. وفي الأخير اللي وصلوا معنا كانوا هادو ثلاثة، قمر، حنان، وثانينا سيدي بلعباس ومردس وتيزيوزو. هادو اللي وصلوا إلى فينال ميس غوند ألجيري، نهائي ملكة جمال الجزائر للممتلئات. كنت شفت أنها كانت الناطقة باسم لجنة الحكام السيدة نيبال اللي غايبة علينا اليوم، كانت هي الناطقة باسم لجنة الحكام، حتى الكثير أنهم ظنوا أنها هي رئيس لجنة التحكيم. خلينا لجنة التحكيم الحقيقية تخدم خدمتها في السر. منهم كذلك العديد من الهدايا. سوف قلنا على السيدة حنان رحمون. لسنة 2023 الذي سيكون يوم 10 فبراير 2022 بقاعة ستاندال، وهما لابسين هذه اللبسة الجميلة نتاع ستايلش دريس اللي فتحها بباب الزوار، كانت معنا اليوم في عرض أزياء، وكانت هي اللي خرجت ليميس في أجمل حلة وفي أجمل طلة. ماذا بينا تصفقوا لنا على لينا بدينات للممتلئات لسنة 2023 سيكون من نصيب المتسابقة قمر بالعربي. مبروك عليك بالتوفيق. سيدة ثنينة حامي ستكون وصيفة ثانية. رضي بن شيخ رئيسة لجنة التحكيم، وكذلك سيد رياض بن عمر، سيدة وافي، السيدة كريمة ترانزيشنال باي كريمة. 23 قمر بالعربي تتوج اليوم بالذهب هنا بقاعة ستاندال بالجزائر العاصمة في أول تجربة وأول مسابقة لملكة جمال. طبعاً كذلك هذا الطقم بالذهب. يلا صفقوا لنا صفقة كبيرة على هذه اللحظة التي لن تنساها أبداً. قمر بالعربي اليوم من ولاية العباس تتوج بلقب ملكة جمال الجزائر للممتلئات. كذلك انا فرحانه للقمر بزاف لانها حبيبتي اختي نحبها، ونتمنى ان شاء الله يكون يوم جميل وسنه كامله تروح جميله ان شاء الله. وشكرا لكم. نشكر محمد شوشوشة بوشوشة نشكر محمد شوشو بوشوشة على الحفل اللي نظمه. الحاجة الأولى كان غاب قبل ما يكون تجربة، كان غير دوبي لونفونس. بعد صحة أنا ميرسي بوكو، فرحانة فرحانة لصحاباتي. ميرسي ميرسي كاع اللي عطاونا لا شونس. مساء النور، شكرا معنا معكم شروق خوارة مقدمة حفل شروق ايفنت.
وأنا أيضا مقدمة برامج سابقة في التلفزيون الجزائري العمومي، فائزة بعدة جوائز وطنية ودولية وأيضا ولائية، جائزة الميكروفون الذهبي في طبعته الأولى في مدينة الورود البوليدة ولاية البوليدة، أيضا جائزة الصحفي الصغير بولاية باتنا وشاعر صغير بولاية مسكرة، وأيضا جائزة الشعر يعني عربيا. شحال في عمرك؟ 13 سنة. الله يبارك. بنتي ما كانش عندك التراك باش تقدمي حفلتنا هذا. والله هذه موهبة، لما تكون كاين موهبة ولما يكون عندك شغف في هذاك الشيء أكيد ما راح تكون كاين صعوبات أبدا وراح تجيك أمر سهل، وبالعكس لما تكون تتحب هذاك الشيء راح تخدمه بكل حب وبكل إتقان. فاتك جزائري ولا من جهة أخرى؟ جزائري ويبقى جزائري ودائما جزائري أكيد. بالتوفيق ليك ربي يوفقك ان شاء الله. شكرا ربي يخليك. انا ما نطلع والله بيا. شحال الطول تاعك شحال توزن؟ على بين درميس داتها وحده ما داروش تعجل. جاوب ما عندي جواب. كي نزرها نقول لك. السياره تاعك يعني يا مو كيفاش تلقيت الحادث وشفت التضامن تاع الجزائريين؟ التضامن تاع الجزائريين عبك الشعب الجزائري شعب عظيم يوقف معك سوا ماشي غير في هذه الحاله اقسم بالله اللي هو ربي. بالنسبه ليا اونطونك فنان هكا تشوف بيبليك واقف ماشي بيبليك غير يسمعني تلقى ناس كاع ما يسمعوكش لا يضامنوا معاك باسكو كما يقول لك الوقت اللي رانا فيه لا سامبليسيتي يلا كليت لا غيسوت. واش جديد تاعك؟ جديد تاعي يخرج ان شاء الله لو 14 فيفري لو جور سان فالونتين. اليوم راك في ليفينمون تاع محمد بوشوشة، واش رايك في محمد بوشوشة وليفينمون تاعو؟ محمد بوشوشة خونا وناس ملاح وليفينمون تاعها مليح وسيرتو عفسه فاميلياريتو ان شاء الله ما تكونش هذه المره الثانيه. وسيليا عوده ولا ما كانش عوده ان شاء الله؟ هذه كيسيون كيقولها بريفي خليها بريفي. السلام عليكم. حاجة الأولى ميرسي الحضور تاعكم. حلم متحقق شي لحظة وجات حلم متحقق حلم تاع الصغر وتحقق. ميرسي بوكو ميرسي اللي عطاونا لا شانس ميرسي الناس اللي فوطات ميرسي نتوما اللي جيتو. شعور لا يوصف. لازم نعرفوا شحال توزني. شحال نوزن؟ نوزن واحد 115 120 متر 70 فوالا ما عنديش كومبلكس سقسي كيما بغيت. والطول شحال؟ 1.70 متر. ومستواك التعليمي؟ عندي تيرمينال. وفي حياتك واش ديري؟ جي ان سالون ديستيتيك كوافيغ وكوميديان دو تياتر سينما اي تيليفزيون. عاودي لي لقطك شغل تاثرتي هذا وديتي اللقب وبكي لي يلا دوكا سير بلاص. والله مازال والله والله جو ماتوندي با هاد لو تيتر سي بور سا خلعت. راح تروحي للكونكور في الاسبان ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هنروح ان شاء الله هنروح وان شاء الله نشرف الجزائر بصفه عامه ونشرف مدينه بعباس وهنا بصفه خاصه. واللي واش تقولي لي انتقدوا هذا الكونكور ما تواصلش معي؟ كاين انتقاد بصح ما نقدرش نديرو على الانتقادات باسكو ما نديرو والو. كون نديرو انتقاد ما نافونسوش كاع في حياتنا كون مانيش كاع واقفه حدك كون ما جيت ما اشتركت ما ديت لو تيتر. فاميليال بحتي وي بيان سو ما فامي دابور ما فامي جاو ما فامي جاو سيتي بيان باسي. ميرسي كاع لي زورغانيزاتور ميرسي محمد بوشوشة اللي عطانا هاد لا شانس. نقول للناس اللي كانوا يقولوا لي باللي ما تقديش تكوني ملكة جمال نقول لهم باللي راني اليوم ملكة جمال. واش تقولي لكل واحدة اللي باينه؟ نقولها جامي تكومبليكسي بلو كور تاعك ولا بلي روندور تاعك باسكو عندك لو شارم تاعك. الا تكوني فيها بروحك فوالا وديري شي تبغي شي يقول لك راسك وشي يبغي قلبك ديري فوالا. ما يديروش ريجيم؟ لا يديروا ريجيم الا كانت صحتها ولا مرض ولا دير ريجيم بصح دونك انا الي اليز ما عندهاش بروبليم اليز بروحها. السن تاعك شحال؟ عندي 27. الله يبارك فيك. ميرسي بوك الله يحفظك. شكرا. 90 59